طرف الصراع في السودان يوقعان على إعلان جدة الذي يضمن حماية المدنيين والمرافق العامة والخاصة والسماح بمرور المساعدات. الرياض تؤكد أن المحادثات بعد إعلان جدة للتوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وفق آلية مدعومة من السعودية وأمريكا والمجتمع الدولي. مع تواصل المواجهات، غارات إسرائيلية متتالية على شمال غزة، والفصائل ترد برشقات صاروخية هي الأكثف منذ بدء التصعيد. بعد توقف لست ساعات، عودة المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بضغوط مصرية وتوقعات بالتوصل إلى هدنة قريبا. طاب صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. وقع طرفا صراع في السودان على اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة، حيث أكد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التزامهما الراسخ بسيادة البلاد والحفاظ على وحدته ووضع مصالح السودانيين كأولوية رئيسية. جاء ذلك بعد مباحثات بين وفدي الجيش والدعم السريع بمدينة جدة، حيث رحب الجانبان بمساعي أصدقاء السودان من أجل احترام القانون الدولي والإنساني. هذا وأكد الجيش والدعم السريع الالتزام بضمان حماية المنشآت العامة والخاصة والمدنيين في جميع الأوقات والتمييز بينهم وبين المقاتلين. كما اتفق الجانبان على ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية، والسماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة. وأكد الجيش والدعم السريع التزامهما بحماية الاحتياجات والضروريات لبقاء المدنيين على قيد الحياة والالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء بحسب الحاجة. هذا ولا يؤثر الالتزام لمخرجات مباحثات جدة على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه. يسرني أن أهنئكم بما توصلتم إليه من اتفاق، كما أؤكد لكم حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أمن واستقرار السودان. هذا الاتفاق الذي جاء اليوم نتيجة لرغبتكم الصادقة في أن يتجنب الشعب السوداني الشقيق الآثار المترتبة على الصراع العسكري الدائر حاليا، حيث سيسمح هذا الاتفاق بتأمين المساعدات الإنسانية الأساسية للمتضررين، آملا أن تساعد هذه الرغبة الصادقة التي استشعرناها من وفديكما خلال المباحثات في التوصل إلى ما ينهي هذا الصراع بشكل تام. قالت وزارة الخارجية السعودية إن إعلان جدة يقر التزام الأطراف السودانية بتسهيل العمل الإنساني. الخارجية أضافت أنه بعد الإعلان ستركز المحادثات على التوصل لاتفاق وقف فعال للنار لمدة 10 أيام، على أن تشمل الإجراءات الأمنية آلية لوقف النار مدعومة من السعودية وأمريكا والمجتمع الدولي. وذكرت الوزارة في بيان لها أن مسهلي الحوار وبعد مشاورات مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتطلعون للمشاركة في مناقشات مع المدنيين في الجولات القادمة من المحادثات، وأن المباحثات ستتناول ترتيبات لضم المدنيين والشركاء الإقليميين والدوليين، كما يشمل إعلان جدة التزام الطرفين بالانسحاب من المشافي والسماح بدفن الموتى.
هذا وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين وفدي الجيش السوداني والدعم السريع خلال مباحثات جدة. الأمير فيصل بن فرحان أضاف في تغريدة على تويتر أن مباحثات جدة وإعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى. كما أكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده ستواصل العمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه. أثر بعد عين، لم يتبقى منهم إلا صور. مفقودو الحرب، كارثة السودان الجديدة. أكثر من 190 مفقوداً حتى الآن، 54 مفقوداً خلال أسبوع واحد، أغلبهم مدنيون من الخرطوم وأم درمان، متوسط أعمار معظمهم ما بين 20 و35 عاماً، 12% منهم من كبار السن. عدة بلاغات تتلقاها مبادرة بعنوان مفقود تسعى إلى حصر أعدادهم يومياً وظروف اختفائهم، مناشدات للبحث عنهم ميدانياً وبين جثث مجهولة. أعداد المفقودين مرشحة للازدياد مع استمرار المعارك. السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة يعني احترسوا الطلقة دي، شايفينها؟ دي طلقة جات في البيت شقت لنا الأرض. ما ممكن. احترسوا يا جماعة، احترسوا احترسوا. الناس ما معروف البيت ممنوع والبيوت ممنوع إلا بيغطر ربنا بس، ربنا البيت بس. احترس ما يتضرب يا ناس الانترنت وكلكم. احترس. سمعين سوق الطيارة؟ سمعين؟ أسمعكم؟ دي حاجة ذات وما بتصدق إنه نحنا حمود وبدون ما بدون يعني ما يدور البر. اسمعوا سامعين؟ ما بقدر انا استحمل. كمان نحن شوف عذاب، يعني عذاب. انا خاشة سنة ثالث، يعني اقسم بالله ما ممكن نحن نموت ونحن سنة ثالث. دارين نعيد عيد الضحية يا جماعة، الضحية دارين نعيده، شايفينها؟ وقعت كده الكلام ده امبارح وقعت مع في ذاته. يعني الحمد لله كان مفضل في البيت، لو كان في ذول كنا هنموت كلنا. ومع استمرار القتال بات الوضع الصحي الهاجس الأكبر لسكان العاصمة الخرطوم، حيث تتراكم النفايات في الشوارع ما أثار المخاوف من تفشي محتمل للأمراض. عرقنا هنا قبل كم يوم كده راكب ثاني وش غايد وناس الحلة بعد مرات بأجروا كده مرات ثاني شنو الضغط طبعا على البتة غدير أنه ناس بتأجي بشنو شرق الزلط وغرب الزلط موزعة عليكم السلام موزعة للأحياء إذا كان جوا أو برا عشان الناس تقدر تجمع فيها الفايد بتاعك. فأنا بالنسبة لي محتاجين لحاجتين، محتاجين لأدوات، محتاجين لأوصل توعية المواطن إنه كيف يقدر يتخلص من النفايات بتاعته. أطلق سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد دفعة كبيرة من الصواريخ طويلة المدى انطلاقا من قطاع غزة باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية. وسائل إعلام فلسطينية وصفت هذه الدفعة الجديدة بالأكبر منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، فيما قال مراسل الحدث إن أكثر من 700 صاروخ أطلقت منذ بداية التصعيد على القطاع. وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان وصوفا وبريجان وأشكول وزكيم والنقب العربي. هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن غارات إسرائيلية متتالية وصفتها بالعنيفة استهدفت المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط غزة وبيت لاهيا. يو
ما علينا ما علينا. وبعد توقف لمدة 6 ساعات أفادت مصادر الحدث بأن المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عادت مرة أخرى بضغوط مصرية. مصادر الحدث أشارت إلى أن إسرائيل أبلغت مصر بعودتها للمفاوضات شريطة إزالة منصات الصواريخ من قطاع غزة، شرط أوضحت القاهرة أنه متوقف على تقديم تل أبيب لبوادر حسني نية وتضمين بند وقف الاغتيالات خلال المفاوضات. وعلى الجانب الآخر أفادت مصادر الحدث أن حركة الجهاد وافقت بشكل مبدئي على وقف إطلاق الصواريخ مقابل وقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. مصادر الحدث أضافت أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لإيجاد صيغة تفاهم بين الفصائل وإسرائيل، حيث يجري العمل حاليا للوصول إلى هدنة مبدئية خلال 24 ساعة. هذا وأشارت مصادر الحدث إلى وجود خلاف داخل أروقة الحكم في تل أبيب حول استمرارية القتال أو التفاوض الذي يعطل وقف إطلاق النار وجهود التهدئة. يتطلع تحالف الأمة المعارض الذي يضم أحزاب الطاولة السداسية إلى إلحاق أول هزيمة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تاريخه السياسي. التحالف الكبير تعرض لنكسات وهزات كانت تطيح بآماله في المنافسة بالانتخابات القادمة. في حملته الدعائية كمرشح للانتخابات الرئاسية، يضع زعيم المعارضة صور رئيسي بلديتي أنقرة واسطنبول إلى جانب صورته لما لهما من شعبية في الشارع، وهو ما يعيد نفس السؤال الأول لدى جمهور المعارضة: من الذي كان ينبغي أن يترشح لمنافسة أردوغان، زعيم المعارضة أم أحد رئيسي بلديتي أنقرة أو اسطنبول؟ قادة تحالف الأمة أو الطاولة السداسية قرروا ترشيح كمال كليجدار أوغلو بعد اعتراض وانسحاب زعيمة حزب الخير ميرال أكشنر. مقابل عودة أكشنر مجددا للتحالف، تقرر تعيين رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة
كنواب للرئيس للاستفادة من شعبيتهما في الحملات الانتخابية وعمليات جذب الأصوات المؤيدة لهما. إلى جانب كيليتشدار أوغلو يشارك رئيس بلدية إسطنبول وأنقرة في الحملة الانتخابية، وينحدر الرئيسان من حزبنا كما تعلمون. بهذا الفريق نرى أن أسهمنا الانتخابية تتجه نحو إيصال مرشحنا السيد كيليتشدار أوغلو لمنصب الرئاسة. ويضم تحالف الأمة أحزابا يسارية وقومية وإسلامية تساندها أحزاب انشق مؤسسوها عن حزب العدالة والتنمية. هذه القوى السياسية اجتمعت كلها على خصومة الرئيس رجب طيب أردوغان، لذا كان البرنامج الانتخابي لهم يتمثل في إلغاء كل ما جاء به أردوغان، كإلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني المعزز، وإلغاء العديد من الهيئات والمؤسسات التي أنشأها أردوغان. ولم يهمل قادة التحالف القضية الأساسية التي تفقد خصمهم رصيده في الشارع، ألا وهي التضخم والوضع الاقتصادي المتأزم خلال السنوات الماضية. قمنا بإعداد وثيقة تتألف من 2300 مادة، وأيضا لدينا وثيقة إعادة تطبيق النظام البرلماني عبر إجراء تعديلات دستورية. هذه الوثائق ستتضمن عملية التغيير المرجوة. رغم ذلك أرى أنه من الطبيعي أن تطرأ خلافات بين الفينة والأخرى داخل تحالف سياسي يضم 6 أحزاب سياسية تختلف فكريا. كثير من معارضي هذا التحالف يراهنون على هشاشة العلاقة بين الأحزاب المنضوية فيه، ويؤكدون أن أزمة اختيار مرشح مشترك تمثل تجربة أولى لتلك الأحزاب ستعقبها تجارب واختبارات أخرى في حال وصلت المعارضة إلى السلطة. أما مؤيدو التحالف فيؤكدون أن الخلاف لا يفسد ود السياسة، لكن الجميع يتفق أن قادة التحالف ارتبط مصيرهم جميعا بهذه الانتخابات. فإما نصر يخلدهم في صفحات السياسة التركية، أو خروج من المشهد السياسي ومن الباب الضيق. زيدان زنجلو، الحدث، إسطنبول. يترقب السوريون في تركيا وسوريا الانتخابات التركية وسط مخاوف يعيشونها من انعكاساتها عليهم، وذلك مع تلويح الأحزاب التركية بملف اللاجئين في حملاتهم الانتخابية، ويعملون أن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي عليهم. يترقب محمد الانتخابات التركية وسط مخاوف يعيشها كباقي اللاجئين من انعكاسات قد تؤثر على لجوئهم ووجودهم في تركيا، وذلك مع تلويح الأحزاب التركية بملف اللاجئين في حملاتهم الانتخابية. من الوقت الحالي في حالة ترقب وغير مسبوقة بصراحة نتيجة الانتخابات التركية. تعرف نحن صرنا ورقة ضغط لجميع الأحزاب التركية، سواء سيطرة الأحزاب المعارضة أو سيطرة حزب العدالة والتنمية، ففي هون في عندك عودة طوعية وعودة إجبارية، وحاليا عايشين حالة ترقب نحن وجميع السوريين. في خوف مو طبيعي، الناس خايفة ترجع لسوريا. الخلاف التركي التركي حول التعامل مع ملف اللاجئين السوريين ليس وليد اليوم، فقد ازدادت حملات التحريض على السوريين في الفترة الماضية من قبل شخصيات وأحزاب مختلفة. لم يفصل الجدار الحدودي مع تركيا مخاوف السوريين من انعكاسات الانتخابات التركية عليهم، فاللاجئون في تركيا والنازحون في الشمال السوري يحبسون أنفاسهم لمعرفة ما إن سيتغير حالهم بعد الانتخابات. يرى السوريون في الشمال السوري أن نتائج الانتخابات التركية لابد أن تنعكس على الملف السوري بشكل عام وليس على وجود اللاجئين في تركيا فحسب، كعلاء الذي يترقب نتائج الانتخابات وما ستحمله من انعكاسات على الشمال السوري وعلى أخيه وعائلته اللاجئين في تركيا. نتمنى انه مآلات الانتخابات التركية تكون إيجابية وتصب في خانة مصلحة السوري، سواء متواجد في تركيا او متواجد في الداخل السوري، ونتمنى بنفس الوقت انه نتائج هذه الانتخابات تثمر عند فتح افق جديد في الملف السوري، كونه في حالة استعصاء وكونه في حالة انسداد وانغلاق على المستوى السياسي وغيره وغيره.
حالة التدافع السياسي بين الأحزاب التركية وطريقة تعاملها مع الملف السوري دفعت السوريين في الشمال السوري واللاجئين في تركيا للميول إلى حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان. محمد الأشقر، الحدث، الحدود السورية التركية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.